وأنا مع أنه ترفع الحصانات، بس كمان أنا مع احترام الدستور ومع احترام النصوص. هول النواب الوزراء اختصاص محاكمتهم هو عند المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. على راسي على إجري فجموني تفجيم. طب وين كان الجيش؟ الجيش كان واقف عم يتفرج. هيدا المحقق القضائي عم يشتغل سياسي مسيس، هذا تحقيق مسيس. شي مرة نقلت مواد ما بتعرف شو هي؟ صح. لوين رحت فيها؟ على الجنوب. على الجنوب. نعم. تقدم الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى ارتياب مشروع ضد المحقق العدلي طارق بيطار. راح اتقدم بطلب رد بمعنى عدم صلاحيه له بمتابعة هذه القضية. غير مستقر نفسيا، ما بقى نفسيته مرتاحة يحكم بغير حياد. عنوانه للرئيس دياب هو دار الإفتاء شحطة زيدانية بيروت. هو القاضي نفسه ما بتنقصه مشاوير على بكركي. Yeah,